السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا القرعة حكمت بحكامة، وبعد طول الانتظار عرفنا المنافس ديال منتخب الوطن المغربي على بطاقة الترشح لنهائي كأس العالم بقطر 2022. والقرعة طبعا قام بها النجمين الحاج ضيوف وأديبايور اللي كنشكروا أنا شخصيا، وطبعا الزهر كان معنا كمغاربة لأول مرة، بحيث طحنا مع منتخب كونغو الديمقراطية. الصراحة فرحت ديال بصح، ولكن ما خاصناش نستاهلوا بهذا الخصم. أما باقي نتائج القرعة جاءت كالتالي: منتخب مصر ضد منتخب السنغال، واللي المواجهة غادي تكون حارقة وصعبة جدا على رفقاء مو صلاح. اما الكاميرون جاءت ضد منتخب الجزائر، مباراة غادي تكون متكافئة 50% 50%. اما منتخب غانا جاء ضد منتخب نيجيريا، والكفة لصالح منتخب نيجيريا. اما المنتخب التونسي فجاء مع منتخب مالي، اللي حتى هي مباراة صعبة على منتخب تونس. كما كنعرفوا منتخب مالي هزم منتخب تونسي في هذه الكأس الافريقية بالكاميرون. وما يهمنا طبعا هو المنتخب الوطني المغربي. الحمد لله ونظريا فقط طحنا مع اضعف منتخب في المستوى الثاني، اللهم بارك وزيد في ذلك. ايضا عندنا بعض الاخبار المهمه اللي كتتعلق بالمنتخب الوطني المغربي. فاليوم الكاف اختار اشرف حكيمي وسفيان بوفال ضمن التشكيله المثاليه لدور المجموعات من كال كاميرون بعد الاداء الرائع ديالهم، اللهم بارك وزيد في ذلك. ولكن من جهه اخرى للاسف الكاف تجاهل هدف اشرف حكيمي اللي كان ضد منتخب الغابون ضمن الافضل في دور المجموعات، ولكن المغاربه يردون بسخريه هل جاء هدف اشرف حكيمي من تسلل، يعني كيفاش داروا ليه يتجاهلوا هدف اشرف حكيمي، الله اعلم. ايضا غادي نلقاو نظره على منافس المنتخب المغربي في ثمن نهائي كاس افريقيا اللي هو طبعا منتخب مالاوي، بحيث برمج الطاقم التقني لمنتخب مالاوي اليوم حصتين تدريبيتين لرفع من منسوب اللياقه البدنيه لدى اللاعبين، وذلك استعدادا لمواجهه المغرب. واجرى ايضا الفريق المالاوي مساء امس الجمعه اول حصه تدريبيه بملعب ميليتاري بمدينه ياوندي، وذلك ساعات بعد وصوله الى العاصمه الكاميرونيه. وحتى الان هذه هي اخر اخبار منتخب مالاوي. اما عن اخر تطورات قضية الدراجي، كما عارفين كامل القصة انه سب المغاربة باقبح العبارات، لذلك جميع المغاربة حاليا دايرين حملة تطالب قنوات بي ان سبور القطرية باتخاذ موقف صارم في حق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي. وجاءت هذه المطالب بعد ثبوت صحة الرسالة اللا اخلاقية التي ارسلها المعلق المذكور لاحدى متابعاته المغربيات على موقع تويتر. وضمت الرسالة عبارة سب وشتم للمغاربة بصفة عامة والمرأة المغربية على وجه الخصوص، ما اثار غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا انتقادات شديدة اللهجة للمعلق حفيظ الدراجي. وحاول الدراجي امس الجمعة ايجاد مبررات من خلال تكذيبه للصور المنشورة للرسالة، متهما حسابا وهميا بالتحريف والتزوير. وطبعا ما كاين لا تزوير لا والو، فعلا الدراجي سب المغاربة باقبح الشتائم، وطبعا هذا الشيء شفناه موثق بالصوت والصورة. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم خصوصا في الخصم ديال المنتخب الوطني المغربي اللي هو منتخب كونغو الديمقراطية، وكالعادة كيبقى رأي ديالكم. كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامة.